السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندنا هذا فيديو كلش قصير بس هو كلش مهم بالنسبة للماب لاي اوت. اني مثل ما انه شرحت مسبقا اقدر اني اخزن الماب لاي اوت بعدة صيغ اللي هي عن طريق فايل اقلها اكسبورت ماب صدر للماب وعندي عدة تصديرات. ده نلاحظ ان هنايا هسه مجرد ما قلت له انه ماب هاي التصديرات اللي اقدر اصدر بها اني تمام عيني، بس هاي اي تصدير من هذه التصديرات ما يحق لك بعد انت تتلاعب مره ثانيه باللاي اوت، يعني تغير تضيف. زين انت ممكن مستقبلا تحتاج اي عمليه تغيير او تسوي اديت او تضيف او تغير بالعنوان، فانا شلون اقدر احافظ على هاي اللاي اوت واخراجاتها مع الاطار مع كل الترتيبات؟ ممكن انا احتاج اغير في التغيير بسيط مكان ما اقعد اعيد، وهذا كله يعتبر خساره للوقت وجهد اضافي. فهذا الخيار كلش تنتبهوا له، خيار جدا مهم اللي هو فايل سيف از، احفظ لي المشروع. راح يحفظ لك المشروع بكل طبقاته وما موجود بيه كلاير طبقه. فش تسوي انت؟ تروح هسه انا وين اخزن هذا؟ وين موجود عندي؟ اروح اخزن تلقائيا، حدد مكان للخزن هنا مثلا اقول بدي تمام عيني، ورا ما خزنته بدي هنا اختار الوذر ستيشن لاي اوت خزنته تمام عيني. فاحت اختاريت انه راح اخزنه بهذا. طبعا يعطيك الخيار فقط انتبه للخزن arcmap.document راح تخزنه بهذه الصيغه. فدا يقول لك انه انا لان خزنته مسبقا انه اوكي راح تخزنه يس. فانخزن مع شكل لاي اوت، فحتى تفتحه ما تروح منه من اد داتا، لا هنا ما هسه تروح للاد داتا نفسها هاي لاند كفر لاند يوز، او مثلا نختار الخاص بالوذر ستيشن هاي هناية ما راح القاه. هذا الوذر ستيشن هاي هنا، هذا الوذر ستيشن ما راح القاه كخيار لاير. فشنو اسوي؟ مو منا اختاره، اذا رجت اختاره كلاير او اي واحد، اروح من فايل اقول له اوبن فايل اوبن، هذا الخيار اللي يفتح لك فقط. هسه اذا افتح يفتح نفس هاي، خل اختار غير وحده حتى تبين تكون واضحه امامك. هسه هنا أنا اذا اختار غير وحده هاي مثلا الماب لاي اوت باي ارك جي اي اس، اكو وحده خازنتها خاصه باللاند كفر لاند يوز هياته، فانا اقدر اختار هاي شنو صيغتها ارك ماب دوكومنت، هاي اقدر اصدرها اني تلقائيا راح تظهر لي كلاير، اقدر اعدل عليها واخزنها الى الصيغه النهائيه. يمكن انت حاليا سويتها بس ما تكون هي هاي الصيغه النهائيه، بعد ما تستشير استاذك او انت يجوز مستقبلا تطرح عليها تغييرات، تضيف في التعديل، تحذف في التعديل، فانه اعادتها مره ثانيه كلاي اوت خساره للوقت وجهد اضافي. فحتى نستغني عن كل هاي الخطوات اقدر اني احفظ هذا اللاي اوت، كما ننسى خيار انه اقدر احفظه كلاير يصير ارك ماب دوكومنت، طريقة الحفظ مالته، ومثل ما نوهنا انه ابحث عليه من هذه الملف من فايل وليس من اد، ما يطلع لك من اد مثل تضيفه كداتابيس، وانما من فايل اوبن تقدر تضيف عليه تعديلات المطلوبة كذا، تروح ايضا تسيفه كارك ما بخاف تحتاجه مستقبلا، وبعد ذلك تقدر تسيفه بالصيغة المطلوبة اللي انت تريدها. لاحظ شوف هالزادة عندنا مال اللاند كفر لاند يوز تلقائيا، يعني مثلا انا احتاجت اسوي في التعديل بالليجنز او بالنورث اي مكان، او اضيف في التعديل ثاني اضافي في هذا المكان، او هذه الطريقه للحفظ كلش مهمه تتحكم بها عن طريق فايل السيف از لها كلاير وكذلك الاوبن وفتحها. طبعا هذا الفيديو كلش قصير بس جدا مهم، راح يغنيك انه تعيد او كذا، وقليل لقيته موجود لما اروح ابحث باي مكان اخر. إن شاء الله ألتقي بكم في فيديوهات ثانية. دمتم بأمان الله وحفظه.